صوت الرئيسي للقاعدين في هذه اللحظات أشواط أخواننا السودانيين. ننتظر انطلاقة هذا الشوط وانطلق على بركة الله الشوط الختامي، شوط النهائي، آخر الأشواط الصباحية من شارة السيد محمد بن فرج النوبي. نذهب مع مقدمة هذا الشوط، نذهب لإذاعة المراكز. يتصدر هذا الشوط شمع الذهب علي بن حامد الكباشي، ونرى التدخل السريع من حامل الرقم 22 سهم محمد أبو آمنة في أول المراكز محمد أبو آمنة، وفي ثاني المراكز شمع الذهب، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 25 النشمي عبد الله عبد المطلب، وفي رابع المراكز حامل الرقم 26 الراهي حسين الزبير حسين الزين البطحاني، وفي خامس المراكز حامل الرقم 28 ضيف صديق عمر أشعب. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاقة والاندفاعة الرائعة من سهم والموجه إلى الناموس سهم ملك محمد أبو آمنة، ولكن نرى تدخل قوي قوي جدا من الجانب الأيمن من راهي حسين الزين البطحاني. ما شاء الله يا البطحاني، شد حالك يا المميز. في ثاني المراكز سهم محمد بن صالح الرشيدي، وفي ثالث المراكز النشمي عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب مع النشمي على ثالث المراكز، وفي رابع المراكز حامل الرقم 27 الناوي عبد الرحمن بن علي بن جبرة، وفي خامس المراكز حامل الرقم 21 مسكت أبو الزبير البطحاني. نعود مع صدارة الشوط، نعود مع المقدمة، مع سهم محمد أبو آمنة لا زال مع سهم في مقدمة هذا الشوط، وفي ثاني المراكز النشمي عبد الله بن عبد المطلب. نقترب من لوحة 500 متر النهائية. ما شاء الله ما شاء الله، الثلاث اللي بهنزان اللقاء يتصدرن هذا الموقع. ما شاء الله ما شاء الله، في أول المراكز لا زال سهم، ولكن نرى التدخل من الجانب الأيمن من جانب مسكت أبو بكر أبو الزبير البطحاني، راعي البكرة اللي سبقت في الشوط الأول. ما شاء الله يا أبو الزبير، مبدع مسكت ومسكته. الله الله الله، وانت اليوم مسكت، اليوم سكت الجميع يا راعي مسكت ويا راعي مسكته. نقترب من لوحة 100 متر النهائي، وانا بهنيك من الحين يا راعي مسكت وراعي مسكته أبو الزبير البطحاني، تهانينا والناموس لك. في ثاني المراكز حامل الرقم 27 الناوي عبد الرحمن علي جبرة، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 10 دارفور عوض الله عيسى الكباشي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التوقيت الزمني 3 دقائق 3 ثواني 37 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.